بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زوار القناة الإلكترونية وجدة سيتي بوان نت. موضوع اليوم هو موضوع فريد من نوعه. لماذا؟ لأنه يمثل ورطة للنظام العسكري الجزائري. النظام العسكري الجزائري اليوم في ورطة يصعب الخروج منها أمام المنتظم الدولي. بطبيعة الحال خليني من يعني التقرير الذي قدمه مجموعة من أعضاء البرلمان والكونغرس الأمريكي إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على النظام الجزائري. وإنما المشكل الآن الذي يوجد فيه كبرانات الجزائر هو الاستفتاء الذي وقع أو في بعض المقاطعات من أوكرانيا وأعلنت انضمامها لروسيا. بطبيعة الحال نحن لا يهمنا يعني هذا الاستفتاء لا من قريب ولا من بعيد، وما غاديش نناقش هذا الاستفتاء وما غاديش نناقش انضمام أو الانفصال ديال هذه، وإنما الموضوع ديالنا اليوم هو ما هو موقف النظام العسكري الجزائري من هذا الاستفتاء ومن انضمام هذه المقاطعات الأوكرانية لروسيا. النظام العسكري الجزائري الذي يعلن أن المبدأ ومن مبادئ يعني هذا النظام يقول الدفاع عن تقرير مصير الشعوب، وأنه يطالب باستفتاء في الصحراء المغربية، وأنه يعتبر بأن من الأسس ومن المبادئ ومن القيم التي يتأسس عليها النظام الجزائري هذا هو الدفاع عن تقرير مصير الشعوب. دابا النظام العسكري الجزائري يقول لنا شنو هو الرأي ديالو، ما هو موقف النظام العسكري الجزائري من هذا الاستفتاء الذي وقع في هذه المقاطعات الأوكرانية وأعلنت هذه المقاطعات انفصالها عن أوكرانيا وانضمامها لروسيا. بغيناكم تخرجوا موقف. لماذا؟ لأنكم أنتم اللي تدفعوا تقرير مصير الشعوب، وأنكم قولوا لنا دابا واش وأنتم النظام العسكري الجزائري وأنتم الحلفاء ديال روسيا وأنتم حليف تقليدي ديال روسيا، دابا قولوا لنا أشنو هو الموقف ديالكم طالما أنكم ماذا؟ طالما أنكم تتبجحون بأنكم من مبادئكم هو الدفاع عن تقرير مصير الشعوب، أشنو نظركم؟ إحنا قولوا لنا غير رأي ديالكم، هل تتفقون مع هذا الاستفتاء؟ هل تتفقون وتوافقون وتعترفون بانفصال هذه المقاطعات عن أوكرانيا؟ هل توافقون على انضمامها لروسيا باعتبار أن روسيا تعتبرها بأن هذه أراضي راه كانت ديال روسيا من قبل؟ عطونا غير الرأي ديالكم. دابا النظام العسكري الجزائري خصو يخرج على الصمت ديالو، طالما أنه النظام الذي يتبجح بأنه يدافع عن تقرير مصير الشعوب وكذا وهذا وهذا وانفصال ويشجع انفصال ويشجع كذا ويشجع كل شيء، وما رأيكم؟ عطونا الموقف ديالكم. إذا كانت عندكم الشجاعة، إذا كان النظام العسكري الجزائري عنده الشجاعة، حنا يعطينا غير الرأي ديالو. هل يتفق وهل يوافق على هذا الاستفتاء ويعترف به؟ وهل يعترف بانفصال هذه المقاطعات عن أوكرانيا وانضمامها؟ وهل يعترف بانضمامها إلى روسيا باعتبار أنها أراضي روسيا كما تقول ذلك روسيا؟ إذن أي موقف، أعتقد أن أي موقف
يتبنى النظام العسكري الجزائري هو بمثابة ورطة، وصمت حتى الصمت حتى الصمت ديال النظام العسكري الجزائري عن هذا على هذا الاستفتاء وعلى هذا الانفصال وعلى هذا الانضمام وعلى هذا الشيء هذا هو ورطة. لماذا؟ لأن إذا كانت عندكم مبادئ، إذا كان النظام العسكري الجزائري عنده مبادئ وكيآمن بهذه المبادئ ديال تقرير مصير الشعوب ويتغنى بها، إوا قولوا لنا الرأي ديالكم هنا، ما تخافوش، ما خصكمش تخافوا، لا ينبغي أن تبلعوا ألسنتكم. قولوا لنا فقط ماذا؟ يعني أن هذا النظام العسكري الجزائري قولوا حاجة واحدة، بأننا مع هذا الاستفتاء أو ضد هذا الاستفتاء، مع هذا الانفصال أو ضد هذا الانفصال، مع هذا الانضمام أو ضد هذا الانضمام. هذا هو اللي بغينا نعرفه. وأي موقف بطبيعة الحال تبنيتموه هو ورطة لكم، حتى الصمت حتى الصمت ديالكم هو ورطة للنظام العسكري الجزائري. إذا قال بالانفصال وإذا أيد الانفصال وراه معناه بأن ديك القاعدة التي تقول بالحدود الموروثة على الاستعمار راه ما كتاكلش، إذن معناه أن حتى الجزائر ستسقط في نفس الفخ، لأن روسيا تقول لك خويا هذه أراضي ديالي كانت ديالي وكانت دتها أوكرانيا ودابا راه حنا رديتها، إذن معناه أن حتى الأراضي اللي الاستعمار خلال الفترة الاستعمارية الجزائرية فرنسا حيدتها للدول المجاورة وضمتها الجزائر، معناه أن هذه الأراضي خصها تولي للدول ديالها، خصها تولي واش تاع الفضيحة ولا لا؟ وإذا الجزائر رفضت وأعلنت بأنها تعارض هذا الاستفتاء وأن هذه الأراضي أوكرانيا وفضيحة أخرى، يعني أن الجزائر في هذه الحالة هذه بطبيعة الحال تعارض الاستفتاء الذي ماذا؟ الذي تدعو إليه في الصحراء المغربية، الذي يدعو إليه في الصحراء المغربية، حلال علينا حرام عليهم. وإذا موقف ثالث، وإذا التزم النظام العسكري الصمت، فضيحة أكثر، فضيحة ثالثة، دول المؤسسات ودول المبادئ ودول القيم ودول اللي كتآمن بأن عندها مبادئ ثابتة ورسخة ما تسكتش في هذه الحالات، تقول لك نعم أو لا، واللي بغى يكون يكون، واللي بغى يكون يكون، ما باش تجي فقط تقول بأنني ماذا، بأننا نطالب باستفتاء في تندوف، في الجمهورية ديال تندوف بغيت دير استفتاء، ها تندوف دابا، ها هي القضية ديال تندوف دابا، فين القضية دابا ديال تندوف ولا قضية أخرى؟ لأن دابا الموقف ديال روسيا تقول لك هذه أراضي ديالي كانت ديالي، طبعا الحال كما زعما كانت ديالي وخذاتها أوكرانيا، ودابا سيدي الأراضي ديالنا حنايا، حنا داروا استفتاء راه رديناها. إيوا وما موقف الجزائر من الأراضي التي ضمها الاستعمار، التي اقتطعها الاستعمار من بعض الدول المجاورة، منها المغرب تندوف وكلهم الشار وداكشي، وضمها إلى الجزائر، حلال علينا حرام عليكم. إذن معنى أن الجزائر أعتقد بأن محد الزمان ومحد الجزائر يعني قبطة، ومحد الجزائر تسعى يعني إلى إطالة أمد يعني المشكل الصحراء والمرتزقات البوليزاريو، والمشاكل تتقاطر على رأسها،
وكما قال أحد الصحفيين وكما قلت ذلك سابقا، أن تلك الحجرة التي وضعها هواري بومدين في حذاء المغرب أصبحت الآن صخرة تثقل كاهل الجزائر. إذن كل ما أتمناه أن تكون الشجاعة للنظام العسكري الجزائري ويخرج عن صمته ويعلن ما هو موقفه من هذا الاستفتاء الذي وقع في بعض المقاطعات الأوكرانية وفي انضمام هذه المقاطعات إلى روسيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.